صلوا صلوا على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحة يا رب. كديرين لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بألف صحة. اليوم ان شاء الله كما شفتوا من العنوان كاين تحدي المسمن بمصطفى ونهيلة. للتوضيح هذا الفيديو للتسلية فقط، هذه ولا غير شويه باش الانسان هكا نخرجوا شويه من داك الشقا وروتين وهذا الشيء، وطلبوها من الاخوات نهار اللايف. اللي حاضرين اللايف غادي يعرفوني على الزاويه. المهم انا راه عجنت لهم المسمن ووريتهم وحده في الاول، ها هي والمسمن راه مرتاح واخد راحته. بالنسبه للبنات اللي غيبغوا الطريق قدرت المسمن، راه حاطه شحال من خطره. هذا كندير فيه كاس الياغور طبيعي، صراحه كيجيب المسمن زوين، يا هذا يا الحليب. المهم اللي بغيتو من غير ديروا شي حاجه من مشتقات الحليب كيجيب المسمن زوين. غنبداو بمصطفى هو الاول. خافت من المواجهه نهيلة هربت. المهم انا كنصوت على مصطفى من هنا، ماشي حكرت نهيلة، ولكن مصطفى حيت كيدير المونتاج ديما تيكون حاضر معايا. قال وصفات عارفو. كنظن ولا كيعرف وخصو يتعلم يدير المسمن، اللي ما بان يمشي يكمل قرايته بعيد على الدار، هو تيموت على المسمن بلا ما يشري من الزنقه ويتعلمو في الدار. يلا بداو على بركة الله. سير نهيلة، سير الشاشة. حاطة الزيت وحاطة، هذا ماشي سميد، هذا غير سبيسيال، هي باش نرشو واحد شوية. والزيت العادية والزبدة دايبة بوحدها. غناخدم شي تحت ما عنديش العبار في يديا، ندهن بها سطح العمل. صافي غناخد مسيمة، هاهي نكرسها، غنحاول نمشي مع الجناب شوية غلاط. كتدير لي المرحلة الصعيبة كاع في المسمن، هي تجيب الدوارة مقادة. صافي غندير شوية الزبدة، غندهن الزبدة وغنرش شوية ديال السميدة. قلتلك كترتوها ما غتنشف المسمن. صافي نجيب هادي هنايا، شوية ديال السميدة، وغنجيب هادي هنايا، شوية ديال السميدة. صافي غنتني هادي هنا، وغنتني هادي هنايا. نعيط الخوخة تشوف لنا التنقيل. اجي خوخة مزيانة، المهم قادة ما بيهاش، دير وحدة أخرى. قولوا لي رأيكم. صافي غندير شوية الزبدة، نحاول ندير بيدي، ندير بحال الخوخة، شوية ديال السميدة. صافي ونبدا. الأولى الثانية، نسيت في اللوية الأولى ندير شوية السميدة أخويا. الثانية صافي غنزيد هاد، غنديرها هنايا هادي هاي الثانية. قولي لي كي جاتك. صافي قلها بركة خوخة، بركة ولا نزيد؟ أربعة اللي بغيتي. صافي نزيد واحدة أخيرة. دابا واحد طويل وعندي واحد البلاكار هنا خارج ومتكي بحال هكا ودارو ظهره. إيوا شوفوا شعرفوا المسلم راه ما ساهلش. إيه والله ما ساهل. اللي قال العصيدة باردة خصوصا يدير فايدة. الدورة هذه ديال المسلم كتكون شوية صعيبة. وهي الله يسمح لنا بالعيالات. إيوا الحمد لله. ياك شهادة شهيد من أهلها. شوف شو كاين من البلاصه، شافوا داكشي زوين. راه العشريه عيشنا مسكينه وكتا. ديرو شبد يدك هكا هكا، وسع بيديك، هادشي راه ساهل وليك. لا ها شوف خوخا راه معصبه. اي والله هكا هو وسع. دابا هو كيبغي يقرص وخايف منها، مع ان العجينه طايعه. صافي شتي شو ايز داكشي ايز. كتبطبط عليها بحال خايف عليها. صافي انا المهم. صافي شوية الزبدة وندير شوية السميدة. هذا ماشي سميدة، هذه حق سبيسيال.
صافي غنجيب نديرها هنا وغنجيب هادي نديرها هنا 36 السميدة ندير هادي شوية وفي واحدة أخرى قلت لها ودينات هي خصها غير في التربيعة تجي مربعة مقادة باش ما تجيكش عاوجة هاي مربعة منها نديرها في بلاطة ماما أما ديالنا أنا عزلة ديال نويلة دابا نخليكم مع نويلة نويلة كتشوف غسل يدك نويلة واجي أنا غنكمل الجفاف دابا حنا مع المتسابقة الثانية نويلة السلام عليكم البنات لاباس عليكم قولي أنت يا العار دابا غادي نربح بسم الله نبداو ندير هنا الزيت عملي قلتي بسم الله راكي غتبداي عمدا نقرص البنات غادي نضحاو ونديرو مزيان على ودكم نتوما حيت حنا ضدك ولكن السبعات راه ماشي ضدك عرفت داكشي شتي انا باغا نديرو مزيان على ودهم اللي يشجعوهم يلاه سير هما البنات غادي نقرصو مزيان انا الشيء اللي مسخوش ليا حيت مش جبتو يعني داخله بجد ويدعلك يلاه واخا شدك ساعه ولكن الشريكه هي اللي فين كاين النجاح البركه من الغسل الجناب دابا ندير زبيده دابا غادي نشرب هاد الشاي هاديك واعره بسم الله سكات وغادي نكب شويه يا عاد مع الرشه ديال الطحين والنار سميده تضرب الضربه وغادي ناخذ الطرف الثاني كتبان زوينه حسيت بالحريره في هاد اللقطه هادي انا راه قلت لكم داخل مجهده حسيتي بالحريره نشوف المرحله الثانيه اوبا قالت اوبا هي صافي البنات هادي هي المسمنه تاع الاولى ديرها فوق هذيك دير هي بالزبده باش ما تلصق ليكش الزيت صافي غسلي دابا صافي لصقات لا لا مازال كاع ما حطتها حنينه ما عرفت ايه الاعداء في الدار ناري التزامه انا راح العين نخرج بديك المسمنه باش تعاوني صافي البنات دابا هذه الكرسه تاعي الثانيه يدي راه فيهم الزيت حاولوا ديروا بالكفيه كما ما دسمتوا الكف لا ماشي الصباع الصباع كيشرقوا شو ما قالش لينا المعلومه هي انا عارفه حيت اصلا يدي كل يدي مسرحه ما يدي غليظه ما معرفش الصباع شويه الزبده البنات بحال هكا انا مسمنتي بعدا كتبان زوينه عجبتني قالك شكر راس داز من هنا والله الا عجبتني ما علاش عجبتني والله انا صافي البنات غادي نكب هذا وغادي نهز هذا ندير شويه مابقاش كنكثر من نهار السميده ولكن هادي غلبت عليها رشها غتشرب لي جيبيها في النص خذي العبار تاعك ديرها بحالها حتى ديرهم عوجين مربع لا لا صراحه الوالد عوج وديرهم صغار الله تديرهم صغار لا صافي بلا ما نزيد البنات هذيك هي شويه دي شويه اللهم راهي كبيره ولا وحده صغيره تا وحده صغيره ما تلقى ما تاكل فيها شنو هي هذه هادي زوينه مويا وي لو جات قاسي دابا البنات غادي ندير الزيت على ثاني هنا وغادي نقرص المسكينه غادي ندير البنات الزبده قرصتها زوينه اصلا عادي هي راه البنت لا خاصك قلت لها ما قصاش يسمونها شي صح امشي للعسكر امشي للتسنيت اللي جبتها الجزائره كيطيبوا زوين الله يعين امشي للعسكر طيبين لي مسمن طيب لهم العدس صافي البنات ساليت بقاو معنا في الطياب سالات نهيله وجيت انا عاوتاني فنرش البلانشا الاولى كرصاش بزاف بصح ندير بالكف ديالي ما يرضل ما تخرجش مسمن كله طيبه وما غنكمل اللي بقى باش جينا مسمن مقال مالو واش معوق يا معوقه ما قال ديالي اللي صار فيه سير سير سير
مسكين. رشها رشها صافا ما تكثرش الزيت، يلا دير الاخرى البلانشي بقى سخونه، هذوك الربعه كلهم طيبين. اللي كيتفرج فيك عرف يصور السبت فين ديري وجهك دابا دوري حشمتيني يا وليدي فين ديري وجهك شنو راه قالت لك كنتفرج فيها ماشي كنسلم معاها صافي بركه بركه حطها حطها وقلب الاخرى المسله بقيتي كتقرز المسله غيتحرق قلب انا ما خصش تبقى بزاف فوق فوق المقله قلبها قلبها روح ترشم بشويه الزيت هي ماشي مضاد للحراره حنا اللي مضادين للحراره ساكنين منتحيه لجميع العيالات المغربيات وجميع العيالات اللي كيخدموا في الكوزينه وكيشقاو تحيه للعيالات اللي كيديروا المسمن وكي كيستحملوا الحراره ديالو انا تقريبا الصيف درته مره واحده مش ما بقيتش درته من البرد عرفت ما تورينيش الله يرحم الوالدين حطها بركة يلا قلب الثانية مسكينة قلبها الله أكبر عم لازم نشوفوا الوالدين اش غدير أنا باقي ما تقدش الأمل دابا خصك قابل أنت طيبة عنده واحد باقا واحدة المهم هذا ناكل وأنا طبيعي الحال لا هو مسمن ضروري خصو هكا راه ما يمكنش تحطو غيطيب راسو خصي هو راه زوين راه ما كنصش بزاف ما هذه خسرتها خسرتها لي خصها في الهزة كتب هادي شوف 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 كيف نفخاتها هاد العجينة آه. لا هو تنفخ في حقيقة كنت الخبيز عنده ضوء أصلا ما ماما خبز عنده ضوء بطبيعة الحال خصو يبقى نمشي في النفيخ شي تجي مسمنة محمرة كلها صافي البنات هاهي جات نورشي بسم الله غادي ندير واحد السينما غنشد معاها الخاطر باش تجي ليا زوينه صافي قصرها شويه واش شتي خايبه بسم الله كتبان زوينه المهم بعدا ما عوجتهاش ولكن تكراس ما عرفتش واش جاتني وقيله شويه وخليتها غليظه درت نفس انا من داك النهار أنا هسة هذا البنات هما البنات شي طيبة تنفخوا تادي تنفخات ليا تاني طيب تزوين غنقرص دابا البنات الرابعة صافي سينا اختي تبارك الله على كشتي حتى انا غلطت ملي ما صوتش لك انا ملي منافسه تاعك غا ولا اختي عدي انا ملي كندير المسمن ما تناكلوش كنبغي المسمن نجي نكون خارجه ونجي نلقاه في الدار هكا اما ريحته ما كنقدرش ناكلو حتى لو طلق واحد كناكلو انا غادي نكمل شي خلطه شي كبار بعد ما بقات كمل كلشي ولكن يدها ثقيله غنكمل بالزربه ما ثقيلاش يد شويه شويه صافي شتا وليت كضرب عييت صبيح حتك هادي بركه بركه انا حاسه بالفرح حيت ربحت وغلبت لها خور داكشي علاش اللي غيسولني البنات على البلانشا كيجوني تساؤلات مورا اي مسمن كيجي تساؤلات البنات القدام راه عرفوا والبنات الجداد كيسولوني هذه خديتها من هي ماشي المسمن صراحه هي ديال هكا اللحام التفته صوطيفه خضيره حنا خدمنا بها المسمن كانت عندي في الاول طيفه حتى هي زوينه كنت خديتها ب 400 درهم بروموسيون هي البنات نفخات شتو ومن بعد خديت هذه طوغيس ب 500 درهم صراحه عمليه ما كطيعش الزيت في الطيب وما كديرش داك الدخان ديال المسمن بزاف هذه قلبها قلبها دابا حيت سكتات كتخدم وكتسكت وما تاكلش الضو بزاف وشكرا البنات اللي شجعوني انا صوتت عليا شكرا انا حمرت لكم وجهكم شجعتك اي شكرا والله العظيم شكرا انا خالتي تيكا وشكرا البنات اللي شجعوني دخلت شفت لي كومونتير كلهم فاش قالت لكم ماما صوتوا ولا التحدي شكون غادي يربح شكرا والله شكرا شكرا حتى انا درت نفس وقلت غادي نربح غنربح
الشبك ما بغاتش طايب شويه عمرني فلسه صافي خليها حيت صافي تنتلاقاو مع الشكل النهائي صافي البنات هذا هو المسمن هذا ديالي هذا ديال العائله هذا ديال مصطفى شنو كنت شفتو هذه الاولى حشومه نعيد اللي حطات لا تبعي راه مزياناش انا تمشوي شي حاجه زوينه المهم شكي جا زوينه لا لا تنحل لكم ها شكي جا زوينه ومحلوله من الداخل ها صافي طيب حاجه ما كان البنات تقول لي هذا ما عندها حتى شي شكل بعدا ماشي مشكل قال لنا ناكلها انا بحال الرايه شوف البنات انا مسمني جا كله تبارك الله زوين بالنسبه لي انا ثاني مره غادي نجربوها وما تنساوش تقول لنا شنو المسمن جا زوين واش ديالي ولا ديالو شوفوا هذه كي دايره ها انتم البنات هذه قارنوها مع هذه دابا هي حطات غير ديك العوجه صافي حيت انا ما عدت شي وحده عوجه ماما البنات الا عجبكم المسمن تاعنا ما تنساوش ديرنا لايك والا عجبكم بحال هذا الفيديو هذا قولوها لينا مره نبقاو نديرو مره ولا كان شي تحدي نتوما لا تقولناش من تحدي نديرو بحال دابا المسمن البنات هما اللي قالنا ديرو تحدي بينك انت وخوك على ود المسمن في اللايف قلتوها الا عجبكم هذا الفيديو مرحبا وشكرا للبنات اللي شجعوني شكرا خالتي تيكا اللي شجعتني والبنات كلهم اللي شجعوني خليت لكم معجزاتكم تحياتي لكم وخليت لكم الراحه يلا البنات خليت لكم الراحه وفي امان الله